من دبي، حيث لا يستغرق الشخص أو سائق السيارة سوى بعض الطقات على التلفون أيضا للتزود في الوقود. وهذه طبعا يمكن شركة جديدة أو أن خبر جديد وجميل يفيد أغلب الناس اللي موجودين في دبي. أكيد تتطلب الخدمة من العملاء تنزيل تطبيق على الهاتف وتسجيل بطاقاتهم الائتمانية للاستفادة من الخدمة، وبعد ذلك يقومون بتثبيت وتحديد مواقعهم باستخدام GPS وطلب كمية الوقود المطلوبة، ثم ترك خزان الوقود الخاص بهم مفتوح. ما شاء الله الإمارات كل بين فترة وفترة يطلعون بخطوة جديدة جميلة تسهل على المواطنين أو المقيمين يعني التحرك والتيسير وأيضا رفاهية. طبعا هذه الشركة الإماراتية تتقاضى نفس السعر لكل لتر حالها حال محطات الوقود العادية، لكنها تضيف بعض الرسوم الإضافية مثلا تقريبا 18 درهم للاستخدام مرة واحدة بالشهر، ولكن 45 درهم شهري مقابل إعادة التزود بالوقود لمرات غير محدودة، وذلك حال اختيار العميل استخدام باقة الاشتراك الشهري. يعني أنت براحتك يا تختارين مرة واحدة يا كذا مرة. أكيد. يقول لك أيضا الموظفون في هذه الخدمة والقائمين على هذا البرنامج يخضعون لتدريب أو برنامج تدريبي مكثف يستمر لمدة شهر، يتضمن التدريب على التعامل مع المواد الخطرة والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وغيرها من المهارات المطلوبة لأيضا تعاملهم مع هذه الخدمة.